السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، الله يعاونكم. السلام عليكم. انا خويا واحد السيد كان نجي لعند هذا السيد، راه مريض يا اخو. كيجيني شويه من العائله بعيده شويه، وتا انا ما عنديش وما خلانيش الحال باش نخليه في هذه الحاله هذه. عنده واحد العمليه، جوج عمليات، وراه درت ليه كلشي، سميتو الوراق ديالو ديال الطبيب، راه تنجريو في هذا الشيء شي عامين هذه. ودروكا قال لنا الطبيب عنده جوج عمليات ديال المسالك البوليه ديالو، وهو ما عندوش، وحتى انا الغالب الله حتى انا ما عنديش، وتنتمنى شي محسن يتدخلنا في هذا الشيء، الله يجازيكم بخير، يعاونوا على هذه العمليه هذه، واخا يعاونوا باش ما سخا الله، الله يجازيكم بخير. انا راه ما خلانيش الحال باش نخليه في هذه الوضعيه هذه، وراه ما عنده ولاد والو، ما عنده حتى حد من غير الله سبحانه. الله اللي كاين، وكتشوف فيها هو داير، تشوفوا الحاله داير التيو، وشحال من مره كيطيح في الزنقه، وكندوه بلومبيلونس، كندوه بلومبيلونس للسبيطار، والغالب الله مع هاد كورونا ما خلينا حتى شي سبيطار والو، ما خلينا حتى شي حاجه. وتنطلب من المحسنين ديالنا، اذا كان شي واحد يتدخلنا في هذه العمليه، الله يجازيكم بخير، ينقذ هذا السيد من هذه الوضعيه هذه. تنطلب الله ينقذك، الله ينقذك في الدنيا، اللي يتلي بك زمان. الله يرحم ليكم الوالدين، والتحيه للصحافه ديالنا ورجال الامن والسلطات كاملين، والله يبارك في عمر سيدنا. الله يرحم الوالدين، الى كان شي محسن يعاوني لله هذه العمليه، انا طلبني فيه الطبيب مليون، اللي هداه الله يعاوني بشي حاجه، الى كان شي محسن يعاوني، الله يرحم الوالدين. انا ساكن في الملاح، انا ساكن في الملاح، حي السلام، حي السلام، رقم الدار دار الطوبه، رقم الدار 22 مكرر. الله يرحم الوالدين، وانا راه مريض، هذا تشوفوني الله اللي كاين، هذا تشوف الحاله كي دايره، وتشوف المحل كي داير. الله يرحم الوالدين، الى كان شي محسن يعاوني لله في سبيل الله. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يعاوني في سبيل الله، الله يرحم الوالدين.